لقد اندفعت المرأة الشرقية مع طيار المدنية الحديثة، واعتقدت أن سعادتها تتوفر عندما تصبح مساوية للرجل في حقوقه السياسية أو ندا له في معترك الحياة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ولما كانت المرأة كزوجة أو كأم هي مدرسة للرجال، فقد فكرت في إنتاج هذا الفيلم عسى أن يكون نبراسا لهن. فإلى كل امرأة ركبت رأسها وتحاول أن تحيد عن الطريق الذي خلقه الله لها، أهدي فيلمي هذا. شريف، شريف افندي، شريف بيه، شريف باشا، خد يا دنايا قشر الكوسه وخلي البت المعروسه صباح تولع لك البابور وتخرط لك البصله وتعصر لك القوطه، على بال ما اروح اطل على البنتين في يوم صباحيتهم. ويعني ملحوقه على ايه؟ هم صحيوا من النوم؟ يا اخي نام عليك ترمواي 13، ما انتش عايزني اشقر على البنتين في يوم صباحيتهم؟ اجوازهم يقولوا ايه؟ ما صدقنا لقحناهم؟ قال على راي المثل اللي مسنوجه باهلها واصحابها جوزها يعمل حسابها. حقا ولا حقا ولا ما حقاش، وانا حربطك بسلبه. حقا بنت يا صباح. نعم يا ست. اول ما يصحى سيدي الجميل تجهزي له الفطار، اوعي تخليه يشرب سيجاره على الريق، فاهمه؟ حاضر يا ست. الله، على فين يا ماما؟ رايحه تطلع على اخواتك. طب ايدك بقى قبل ما تنزلي. يوه ايه تاني؟ الله، ايه بقى ما انتش عارفه ايه؟ بس يا راجل ما تتحشرش بيني وبين ابني. بس يا ماما ما تفوريش دمك على الصبح عشان واحد زي ابويا. اخرس يا قليل الحياه يا صايع. ما تقولش صايع. ما تقولوش يا قليل الادب، يا اختي ما لسانك صباح يلدع على الصبح زي التعبان. معلش يا ماما ما تفوريش دمك، اعصابك. هو احنا لاقيين اعصابك يا ماما؟ ايدك بقى. يوه ايه عاوز ايه؟ 2 جنيه. يا واد ما انت راقع مني امبارح 5 جنيه. يا سلام يا ماما، يعني 5 جنيه كتير على واحد للجواز اخواته الاثنين؟ معلوم كتير، ده ابوك بديله جنيه بيكفيه طول الشهر. وبحوش منه يا ابني. لا كويسه، ايدك بقى على 2 جنيه ما تعطلنيش. امال ايش حال ان ما كنتش ساقط وعدمان وندمان وبقالك 3 سنين رأيتهم في سنه واحده، كنت عملت ايه؟ دخلنا بقى في الكلام اللي عكنن. يا سلام عليك اما تلخبطي له مزاجه الرقيق. نعم اديني سقط. ايه بقى حظي كده؟ معقول واحنا قلنا حاجه؟ بس بقى انت وهو بلاش قلب الدماغ، انا حوصل للبنتين. استني هنا، انا عايش في البيت ده ايه؟ خدام لاقيني في الشارع شاليني من وكاله البلح، انا هموت نفسي اريحه مني. يا مسبتي يا ابني تموت نفسك ليه؟ سيبيني ما حدش يحوش، هموت نفسي، انا هموت اهو. قطعت الفلوس واللي دقها، انت عايز كام؟ انا عايز 2 جنيه. حاضر يا ابني خد اهو. يا دي الدوخه يا ربي، يا دي الدوخه يا ربي. بابا أشرف. حقا. اهلا وسهلا. اهلا. صباح الخير يا بيت. صباح النور يا ستي. اهلا وسهلا. ستك فاطمه صحيت؟ صحيت يا ستي والصبح بس لسه في اوضه النوم. تصوري يا ستي ان سيدي عايز يخرج دلوقتي. يخرج في يوم الصباحيه؟ ده العادي، وده صباح خارج على فين على الصبح؟ والله ما انا عارفه يا ستي، انا لسه كنت بصنط عليهم وحضرتك ضربتي الجرس. حقا البطلو ده واسمعوا ده. اعمل لك فنجان قهوه ولا اديهم خبر الاول؟ لا اعملي لي فنجان قهوه اعدل به دماغي. من عينيا الاثنين يا ستي. حاضر. ايه رايك يا فاطمه؟ انا عايزك انت اللي تنقيه البدله اللي تحب عريسك يلبسها يوم الصباحيه. انت حاسس انك عريس؟ طبعا. ليه انت مش حاسه انك عروسه؟ عروسه حلاوه، عروسه من اللي بتفتح وبتغمض. الله، ايه الكلام ده؟ مالك يا فاطمه؟ دي حاجة عمرها ما حصلت. متجوز امبارح وصبح تخرج من النجمة ومش طايق تبص في وشي. يا حبيبتي دي أسعد لحظة لما أبقى معاكي وتأكدي إني خارج غصب عني. وإيه اللي غصبك؟ شغلي. أنا مش موظف حكومة أقدر آخد أجازة يوم ما أتجوز. أنا صاحب جريدة ورئيس تحريرها ورايا مسؤوليات كبيرة. ستي، ستي الكبيرة جت.
ماما جت؟ انا جاية حالا. عال مدام حماتي جت هي اللي هتعقلك. ليه؟ هو انا مجنونة؟ لا مش قصدي. طيب روحوا اقعدي معاها لحد ما البس وهتشوفي ان ما كانتش تديني حق. يا صباحية مباركة، اهلا وسهلا، يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح الياسمين. اهلا يا ماما، اهلا وسهلا. اهلا، امال فين الورد اللي مفتح على الخدود؟ ورد ايه يا ماما؟ ايه يا اختي، مالك كفالة الشر بعد الشر؟ بختي فل، ماله بختك يا اختي؟ اهو باين من اول يوم. تصوري يا ماما، امبارح بعد ما رجعنا بالليل قام ضرب التليفون ورد عليه سامي وظبط المنبه على الساعه 7 وهو قايم صابح خارج على الشغل. شغل؟ حق بطلوده واسمعوده، يمكن يا بنتي بيهزر معاكي. ده بيلبس يا ماما. بيلبس؟ يا اخي لبسه عفريت. اسمعي يا فاطمه، لازم تاخديه على ملا وشه من اول يوم، اوعي تنسي الدروس اللي اديتها لك. ده بيفكرني بالمحروسه ابوكي اول ما اتجوزته، قال على راي المثل ابنك على ما تفطميه وجوزك على ما تعوديه. معلش هتتعبي في الاول، لكن الرجاله ما يجوش الا بالشده. اهلا وسهلا يا حماتي، ايه النور ده كله؟ اهلا اهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلي سعدية، عامل الشربات ولا لسه؟ شربات على ايه؟ حقها تعمل قهوة سادة. قهوة سادة؟ ليه؟ ايه اللي حصل يا فاطمة؟ كلمني انا، فاطمة ملهاش دعوة. افندم، انت لابس كده ورايح على فين؟ رايح على الجريدة. انت ناسي اني صحفي؟ وانت ناسي انك عريس؟ هو فيه عريس في الدنيا يخرج يوم الصباحية؟ ده انا اهو عمري 32 سنة، عمري ما سمعت على حاجة زي دي ابدا. بس الجريدة لازم تطلع باستمرار. انا متجوزاك انت، مش متجوزة الجريدة بتاعتك. ولولا جريدتي ما كنتش قبلت تتجوزيني. الو، ايوه يا طوخ افندي، الصور اللي خدتوهم لمزارة الحزب النسائي؟ ايوه ايوه طبعا، لازم ينزلوا في اول ملزمة. المقال انا هراجعه بنفسي، هكون عندك بعد ربع ساعة. هما النسوان عاملين مظاهرة على جوازهم ولا ايه؟ لا دي حاجة تانية. يعني برضو مصمم انك تخرج؟ مش مصمم، انها مفيش داعي اهمل شغلي وعطل الجريده. انا مقدرش على العيشه دي، اعمالك دي محدش يعملها ابدا. اسمعي يا فاطمه، انت مراتي ويهمني انك تعرفي مبادئي وتقتنعي بيها عشان نقدر نعيش سعدة مع بعض. لو انت اول راجل اتجوز وسمع كلام مراته ولا ايه؟ ارجوك يا حماتي، مع احترامي الشديد لحضرتك، احب اصفي شؤوني بيني وبين مراتي من غير اي حد يتدخل. لا لا لا، ده انت يظهر انك عصبي قوي. انت ازاي تكلم ماما بالشكل ده؟ انت فاهم انك اشتريتني ولا ايه؟ انت ما انتش منقول من هنا الا رجلي على رجلك، ولازم نسافر في اي حته نقعد 3 4 جمع. وليه التواضع ده؟ ما تخليهم 3 4 اشهر. انت بتقول فيها؟ ما هو ده اللي لازم يكون، ده في منتهى الاحتقار ليا ولشعوري، انك تسيبني وتنزل على شغلك واحنا متجوزين ما بقالناش 6 7 ساعات. اوعى تصدق ان سيبك تحتقرني، انت لازم تفهم دي كويس قوي. بس من فضلك، انت مش هتفهميني ايه واجبي؟ اسمعي يا فاطمه، البوادر اللي انا شايفها دي اذا استمرت معناها خراب البيت، ومش عايز اقول لك اكتر من كده. سيدي عنك يا سيدي. لا كتر خيرك يا ستي، دي مش شغلتك، دي شغلتي انا. يا انعزاز عزوزتي، عزا عيزو الله، قومي بقى يا حياتي، قومي عملتلك الفطار اهو. سيبني عايزه انام. ايه اللي عاوزه تنامي؟ انت مش قلتلي عاوزه افطر وانا عملتهولك بشرف ماما بايدي اهو. مختار، انا مختار، امري لله يا طباخ باشا. دوقني عملت ايه؟ اما انا عاملك النهارده مفتقه تجنن. اقدر اخش؟ يا صباح اللبن الزبادي، ما دخلت اهو انت هتخش ايه تاني؟ يا فاهلا يا فاهلا يا فاهلا. اتفضلي معانا. بالهنا والشفا. الله يشفيكي. الله، مالك يا ماما متغيره كده؟ مش عادتك ابدا. يعني لازم تنكشيني يا عزات. الله، بلاش اعتمن عليكم، خليكم في انبساط. هو حصل حاجه؟ تصوري اروح ابارك لاختك، يقوم جوزها يستمني ويبهدلني ويطردني من الشقة. ايه الداعي يا ماما؟
يلبس وخارج، وازاي اقول له ما يصحش يخرج يوم الصباحيه؟ يخرج يوم الصباحيه؟ لا دي صواميل عقله مفكوكه، دي حاجه ما حصلتش ابدا. ده انا هروح اقنعه واخليه يعتذر للست بتاعته كمان. اهو كده شحم. عيشة الله اكبر بخاطرك. بسلامته زي ابوكي تمام، اهو انفضلتي على كده يمشي على العجين ما يلخبطوش. محدش قال ان جواز استعباد، الكلام ده في عصر جدك مش دلوقتي. فاطمه اللهجه اللي بتكلميني بيها دي ما تعجبنيش، والست المهذبه لازم تكلم جوزها باحترام عشان يحترمها. الراجل هو اللي لازم يحترم الست. صباح الخير اولا. صباح الخير. السلام عليكم ثانيا. سلام ورحمه الله. انا متاسف قوي اذا كنت قطعت عليكم لذه الخناق. تصدق انه عايز يخرج؟ يا نهار مشلفط، انا سمعت الحكايه دي والله ما صدقتهاش. ليه بقى يا سي مختار؟ لان انا كمان فاضل لي 6 اشهر عبال ما اشوف الشارع. ليه حضرتك وارث ولا فاكر مكتب التصدير ده اللي انت عامله هيمشي لوحده؟ افرض جاتلك صفقه عمليه مهمه هتروح منك، وعملائك لما يعرفوا انك ما بتروحش مكتبك هيروحوا مكتب تاني. انت كمان عايز تخسر مختار على مراته؟ طب انا بختي كده وهي ذنبها ايه؟ لا ده كتير، ده كتير قوي. سامي المساله هتتطور. سيبك لازم تروح شغلك، مراتك هتزعل. معرفش والله. انت راجل ولا لا؟ برضو معرفش والله. انت حر، بس لازم تفهم ان الست ما تحترمش الا الرجل القوي. القوي يا اخويا انا مالي؟ مختار لازم تفهم ان سعاده الزوج في بيته تترخص في حاجه واحده. ايه هي؟ ان الزوجه تعتبره عمادها بعد الله، تعتبره ابوها واخوها وحبيبها واقل واجب انها تطيعه. طيب افادك الله. عال اهو كده وريني الهمه. ده انا هنزفهم لك، ده انا هكسرهم لك. هو بيعمل ايه؟ بتعمل ايه يا سي مختار؟ بلبس. بتلبس؟ سمعني كده احسن مش سامعه. مش سامعه ازاي؟ بلبس بي ال بس بلبس عشان اروح الشغل. تروح الشغل؟ حقا. اسمعي، سعاده الزوج تتلخص في ان الزوجه تعتبر جوزها عمادها بعد الله، هو جوزها وهو حبيبها وهو امها وهو ابوها واقل واجب انها تطيعه كمان. تعالي يا اختي شوفي الدلع دي جراله ايه؟ ايه؟ هل ذكر البط شاف الحمام بيطير؟ طار زي وقع في البيت. انت مش عايز تقعد النهارده في البيت؟ ما اقدرش. بصلي هنا. برضه ما اقدرش. تسمح تقلع القميص وتلبس البيجامه؟ اسمح ايه؟ لا لا. طب انا اسمح قوي وانا ليا بركه كلمتم يا هندي. انا عارف ان حضرتك زعلان مني، في اخطاء كتيره فاتت عليا ما صلحتهاش مش كده؟ ولما عارف كده ليه تسيبها تنزل المطبعه من غير ما تصلحها؟ والله يا سعاده البيه انا خرجت من بيتي مش داري بنفسي. ليه؟ الست بتاعتي عصبيه شويه وتحب تحكم رايها، والواحد من كتر الهموم ما بقاش باله طويل زي زمان. انت متجوز بقالك قد ايه؟ 18 سنه واحنا بالشكل ده. اصلها بنت عمي طلع لامها تمام، وعمي الله يرحمه مات في مستشفى المجازيف. طيب ارجو ما تحصلش دي مره تانية. متشكر يا سعاده البيت. اهدى اهدى، انت قاعد لغايه دلوقتي هنا ولا ايه؟ اهلا مجدي. اقعد. اقعد ايه يا استاذ؟ الساعه 9 دلوقتي وانا فايت شفت نور مكتبك. استغرب. تاخد قهوه؟ لا متشكر قوي. لكن انت ايه اللي نزلك النهارده؟ مزاجي كده. مزاج ايه ده اللي يخليك تخرج في اول يوم جوازك وتقعد هنا لغايه الساعه 9؟ طيب يلا بينا. ايوه كده يلا يلا عشان تروح لمراتك. لا ده انا لسه رايح كلوب محمد علي، عندي ميعاد مهم قوي مع فهمي باشا. لا انت اللي لازم عاوز تسهر بره الليله دي. فعلا انا متعمد السهر. ليه؟ حصل حاجه؟ انت عارف ان عملي بيقتضي مني السهر في حالات كتير، فاذا عودت مراتي من اول الجواز اني برجع بدري تاخد على كده ومش هخلص. يعني ده تكتيك انت عامله. فعلا بس حماتي عايزه تخسره. مجاش لدلوقتي يا اسمتي وبختي، مجاش لدلوقتي لدلوقتي.
كده برضو يوم الصباحية يخرج ولا يسأل فيا وأنا في انتظار من الصباحية وليه بيتأخر لحد دلوقتي والفكر متحير يا اسمتي وبختي ما جاش لدلوقتي لدلوقتي ما جاش على قلبه أهون وعيش أنا في حيرة لحد دلوقتي في الشك والغيرة يا اسمتي وبختي ما جاش لدلوقتي لدلوقتي ما جاش مساء الخير. ايه انت زعلانه مني؟ مش عايزه ترد عليا. ارجوك نام وبلاش مناقشه بالليل، ولما يطلع النهار انا لازم اشوف لي حل. كده طيب، يعني ما كفكش العمايل اللي عملتها الصبح وراجع لي نص الليل كمان؟ يعني انا كنت بتفسح يا فاطمه، مش عارفه اني مشغول؟ انت فاكرني عبيطه؟ شغل ايه ده اللي ليل ونهار؟ انت كان حقك بيت بره احسن ما كنت جيت دلوقتي. وهيجي اليوم اللي شغلي يضطرني ابات بره، بس هكون اديتك خبر. انت بتتحداني؟ اتحداكي؟ هو احنا في حلقه بوكس في برلمان لازم واحد يغلب التاني؟ الجواز مش كده، الجواز شركه انا بساهم فيها بمجهودي وعاطفتي وانت بعاطفتك برضه وتشجيعك. يعني عايزني اشجعك على السهر؟ ايوه لازم تشجعيني على العمل. لازم تفهمي ان اكتر شيء يحتاجه الرجل المتعب بعد ما يرجع بيته ابتسامة مراته. أرجوك أنا عايزة أنام، كفاية من المحاضرات دي بقى. وهو كذلك. يعني إيه؟ هتنام على الكنبة؟ أنت هتغيظ نفسك، الكنبة متعبة. تصبح على خير. كده؟
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والآن سيداتي وسادتي نستمع إلى مسرحية الحما من تأليف عبد المولود الهواري. مسرحية الحما يا خيجتك العامة احنا ناقصينك. وبعدين يا سعدية؟ وبعدين يا ستي جه يتغدى وقعد يكتب وخرج وبقدرة قادر يا ستي ما تكلمش مع ست فاطمة ولا كلمة. يعني مخاصمها ياكل بعضه. وهي عاملة ايه؟ ان جيتي للحق يا ستي هي مش عجباني ابدا، نعمة معاه خالص. ازاي؟ النهاردة الصبح بيسألني على طربوشه راح اتجبتهوله، قال لها كتر خيرك، كأنه بيشتمها تمام. طب اسمعي. ايوه. انت جيتي هنا ما قابلتنيش، جيتي لقيتيني برا، فاهمة؟ فاهمة يا ستي. خير يا فاطمة. Thank you.
متشكر يا فاطمة. متشكر على ايه؟ انا قفلت الشباك خفت الازاز يتكسر. طب ليه خايفة بس يا ربي يا دي الكسفة؟ ما عرف حبي راح خصمه راح خصمه راح خصمه ما دام هو خصمني. هتمشي بظهرك؟ متشكر. والله زمان يا مكتبي، والله زمان. خد يا ولد العصاء وخد هذا. ايه ده؟ خد هنا. المكتب متعصرب ليه؟ ما كنتش عارف ان سعادتك جاي النهارده. يا سلام، يعني انتوا ما تنفضوهوش الا يوم ما اجي؟ يعني لو سافرت اوروبا وجيت الاقي المكتب ايه؟ مدفون؟ ايوه يا فندم. متشكر. ايه؟ اسمع، انت بتاخد كام ما هي في الشهر؟
5 جنيه سعد البيه. ميرسي، مخصوم منك 10. هات 5. معيش فلوس سعد البيه. طب اتفضل انده لي عبد التواب اوامك. معيش فلوس يا سعد البيه. يلا تمشي بلاش قله ادب، انده لي عبد التواب اوامك. حاضر يا سعد. امشي. حاضر. اللي اتحيا. لا 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 لا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. لا 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 انا زعلان منك بقى يا راجل. اقعد شهرين طريح الفراش ولا تسالش عني؟ لا يا سيدي ما كنتش عيان، كان عندي سكتة زوجية. ايه؟ ليه؟ مين حضرتك؟ النمرة غلط. ايه يا عبد التواب؟ افندي بس عارف ليه؟ انا كنت عاوزك ليه؟ مش عارف يا فندم. ايه؟ مش عارف ازاي؟ امال مين اللي يعرف؟ افتكرت. قولي الطرد اللي كنت كلمتك عنه في التليفون امبارح. ايوه يا فندم. شحنته في قطر الساعة 3؟ شحنته في قطر 5 وربع يا فندم. ايه؟ 5 وربع؟ انا مش قايل لك صفره الساعة 3 علشان يوصل الساعة 5 يستلموا الخواجة الساعة 6، يشحنوا في الطيارة الساعة 7. الترماي كان متعطل يا سعادة البيت. اللي مستعجل ما يركبش ترماي يركب عربية كار. حاضر. انت تشتغل صبي فسخاني، صبي حانوتي. تمام. صبي شربطي. اتفضل. حاضر. اتفضل. حاضر. انت مرفوض. حاضر. اسمع اديله حسابه وارفضه طول العمر. حاضر سعادة. فهم؟ جاتكم البلاوي والبلع. ايه؟ مطمو. مطمو. مختار. اوه عز عيسو. شيل عني عشان افرجك القماش اللي اشتريته. اما انا كمان هفرحك فرحه ما تتقدرش ابدا. ايه هتعمل عمليه صغر بقك؟ اوه انا هزعل منك بقى. تزعل من ايه؟ اخي حط الحاجه كده وانت ملبوخ على عيني. او النبي ملبوخ ده. عمرك تزعل من عزاك. ابدا. ايه هي الحاجه اللي هتفرحني؟ اما انا يا اختي بعت بيعه ب 500 جنيه. وفين هم؟ اهم يا اختي شيك على البنك. تحب ترديني يا مختار؟ اوي بس اموري تلاقيني تملي تحت قمرك. خلاص حول الشيك ده باسمي. ايه؟ ليه عشان ايه؟ وحياة جمالك وحياة عينيك ما هلمس منهم ولا مليين الا يوم ما نحط رجلينا في الطيارة. طيارة؟ ايوه عشان نصيف بيهم في لبنان. لبنان؟ يا ستي ده مش مكسب، ده تمن بضاعة، يعني جزء من رأس المال. زي بعضه بس هات. اتفضل. طيب خد حوله باسمي ومضيلي عليه. ايوه بس مش ممكن يا عزاف عشان دي فلوس بضاعة. قلت لك امضيلي عليه، اللي زيك يا شاطر مش لازم يشيل فلوس ابدا. مستحيل يا عزاف. نعم؟ انت فاكرني هقعد اترجى في واحد زيك عشان خاطر 500 جنيه عمر؟ اتفضل ادي الشيك. الله عزاف انت رايحة فين؟ لما ابقى ليا كلمة في البيت ده ابقى تعالى خدني من بيت اهلي. ايوه بس يا عزاف. بقولك اجري عشان اجننك. حاضر. يا نهار اسود هو انا ناقص جنان يا اخوات.
الله ايه ده؟ ايه الحكايه؟ مين؟ عم يفتح سامي؟ الحقني يا سامي يا اخوي، الحقيني يا فاطمه يا اختي عزات. عزات ايه؟ عزات مالها؟ حصل لها حاجه؟ عملت فيها ايه؟ انا ما عملتش فيها حاجه، هي اللي عملتها معايا وراحت بيت ابوها. ليه؟ ايه الداعي؟ الداعي يا سيدي جاتني بيعه ب 500 جنيه بشيك، هي اول ما شافت الشيك دماغها وقال في سيف لازم احول الشيك باسمها. لكن ازاي ده؟ بقى ده اسمه كلام يا فاطمه؟ الحقيقه عزات ملهاش حق. او النبي ملهاش حق، انما صلحوني عليها، انا ما اقدرش اعيش من غيرها. ما انا ما احبش اتدخل بينك وبين مراتك. معلش يا سامي، عزات غلطانه ومختار ما عليهوش ذنب، يلا نروح نجيبها. بس ايه؟ انا قتيل السلم. معلش عشان خاطر. او النبي عشان خاطرها اذا كان هناك قاطر. حاضر، خدي دخلها شقة. طيب يلا بينا. جرى ايه يا عزات؟ بقى انت عشان حاجه بسيطه تيجي جري على هنا؟ اذا كان قصدك تدلعي عليه برضه ما تسيبيش البيت وتخرجي. قومي تعالي معانا يلا. هتاخديها على فين يا ست فاطمه؟ على بيت جوزها يا نين. وجوزها ما يجيش ليه بنفسه يصالحها؟ على ايديه خرج النجف ولا على رجليه نقش الحنه؟ بس مختار ما زعلهاش، هي اللي سابته ومشي، واحنا جايين عشان نصالحها ونكون وسط خير. وعلى كده يعني جبتوا الشيك؟ طبعا لا، قول له يبعت الشيك من غيركم وهي ترجع. جميل، ما تتكلمش في الحاجات دي، انت لسه صغير، المسائل دي ما يتكلمش فيها الا الكبار. يعني ايه؟ انت بتهين كرامتي؟ جميل، اتكلم بادب شويه، جوز اختك زي اخوك الكبير تمام. هو معقول يبقى لي اخ بالشكل ده يستصغرني في نظره؟ امشي اطلع بره يا ليه. لا مش طالع. امشي. يا ندمتي انت بتضربه؟ اضربه واكسر دماغه ما دام قليل الادب. تسلم ايدك يا سامي يا ابني. نعم جرى ايه انت التاني؟ بس بقى يا نينا ما تساعديش على انك تخسري اخلاقه بالشكل ده. عزات، اللي خلاني اجينا لك انك غاليه عندنا، فما تكبريش الموضوع وخليك عاقله وارجعي بيت جوزك. مش ممكن ارجع لو شيك معايا. هو يصح برضه انك تاخدي جزء من راس المال عشان تتفسحي بيه؟ هو انا عبيطه؟ دي حجه عشان تبقى فلوسه كلها باسمي. الخطه اللي ماشيه بيها دي محدش هينضر منها غيرك. تسمح لي اقول لك كلمه ولو انها بايخه شويه؟ اتفضلي. حضرتك مش متجوز اختي؟ طبعا. خلاص ما يبقاش ليك حكم اللي عليها هي وبس. طب كفايه بقى، انا اسف قوي اللي دخلت بينكم ودي اخر مره. يلا يا فاطمه. عزات انت بتلعبي بالنار ومش هتحرقي غير نفسك. مع السلامة، ما تقطعوش الجوابات. الله ده مختار اهو. الله، ايه اللي جابك؟ اصلكوا اتأخرتوا عليا ما قدرتش استنى، هي فين عزات؟ ما رضيتش ترجع معانا. ليه؟ اسمع يا مختار، دي اخر مره تدخل بينك وبين مراتك. الله، ايه اللي حصل؟ فهمني. انا هقول لك نصيحتي الاخيره، اي تساهل من ناحيتك يجعلها تستمر في اخطائها. طبعا طبعا. هي مصممه انها ما ترجعش الا اذا حولت لها الشيء. ايه؟ واذا كنت واثق انك على حق يبقى من الرجوله انك تعالجها بحسب. مفيش كلام. الله، رايح على فين؟ رايح ارجعها، ما انا اصلي اتنازلت لها عن الشيك خلاص. كده لا شاطر قوي. مش جدع والنبي؟ قوي. طيب سلام عليكم. مختار بيه موجود. انت مين؟ انا فراش المكتب بتاعه، طردني وانا عندي عيال. البيه خرج. اسمع، ان كنت عاوز ترجع الشغل تاني كلم الست بتاعته. في عرضك؟ طب تعالى، اهي عند اختها في الشقه التانيه. ده مفهوم الشغل دي اسمها مسخره، مخصوم منك 5 ايام وكمان داخل لي حافي من غير طربوش. اتفضل اطلع بره. الو، مين؟ ايه؟ مين؟ زعزيعه؟ ازيك يا حياتي، انت ماليش غيرك. ايوه يا فندم. ايه؟ مين هو؟ ليه تطرد الراجل الغلبان ده؟ حرام عليك، ده متجوز. كان كده يستاهل الشنب. انا بقول لا، يعني لا، ده شغل والمكتب لازم يمشي زي الساعه. انت بتزعق كده ليه؟ ازاي اقول لك رجع الراجل المسكين ده الشغل وتقول لي لا؟ ازاي تكلمني بالشكل ده؟ انت ما بتحرمش ابدا؟ ترجعه تاني يعني ترجعه الشغل، فاهم؟ فاهم قوي، بس ما تزعليش، هرجع الشغل واديله كمان علاوه. تحبي اشتغل انا عنده كمان فراش؟ ما عنديش مانع. حاضر حاضر. روح استلم الشغل. ربنا يخليكي، ربنا ما يحرم المكتب منك. شفتي
كلمته بالذوق شخطت فيه كش. مختار يحب يضحك كتير، تلاقيه كان بيهزر معاك هو حتى يعرف يزعق. ابدا وحياتك، ده مش مختار بس اللي كده، دي كل الرجاله بالشكل ده. تديله على دماغه يتعدل، تضعفيله يتفرعن. ما تقوليش الكلام ده يا عزاز، البيت لازم يكون فيه حاكم ومحكوم، والاقوى منكم هو اللي هيبقى حاكم ويفضل يحكم كده على طول. لكن انا لحد دلوقتي مبسوطه يا عزاز. انت مبسوطه؟ بتكدبي عليا يا فاطمه؟ ابدا وحياتك، انا مبسوطه والحمد لله. يعني هكدب عليكي ليه؟ يبقى بتكدبي على نفسك. مش معقول تكوني مبسوطه وانت محكومه لسامي حكم العبد للسيد. يخرج وقت ما يعجبه وانت ما تخرجيش الا باذنه، بياكلوا اللي على مزاجه وانت تاكلي وتشربي وتلبسي على مزاجه. انا معاك انها حاجه تضايق، لكن اعمل ايه؟ لازم اكون كده علشان البيت يبقى هادي ويعرف يشوف شغله. بقى بتضحي بحريتك علشانه؟ لو كنت سمعتي كلامي من زمان ما كانش حصل ده كله. على اي حال يمكن كل شيء يتصلح. الظلم لما بيطول ايامه يبقى حق في ايد الظالم. انت لازم تصلحي غلطتك من دلوقتي. ازاي يعني؟ عايزاني اعمل ايه؟ خدمتك سعديه قالت لي انك كل يوم الصبح تسالي عايز يتغدى ايه. طبعا ولازم كده يا عزاز. وبذمتك كلته كم مره لوبيا؟ فعلا اصله بيحب اللوبيا قوي. انا عارفه، وانت بتكرهيها قوي، وكنتي دايما تتخانقي مع ماما عشان بتعملها، مش كده؟ دي كانت ظروف ودي ظروف. ابدا، معنى كده انك كنت في بيت ابوكي ليكي اراده ومزاج، انما هنا عايشه زي الحيوانات تمام. سيبك من الموضوع ده يا عزاز، مش كل الوجع اللي ينساب. انا عارفاكي، هيجي يوم وتنفجري. يلا بينا. يلا على فين؟ ننزل شارع فؤاد، مش بدل ما انت قاعده كده بالاربع حيطان. بس اصلي ما قلتش لسامي اني خارجه. رجعنا حقا. لا بس خايفه لحسن يزعل ونتخانق، وانا ما بقتش استحمل الخناق. لا استحملي مره واثنين وثلاثه، مش احسن ما تستحملي طول العمر؟ يلا بينا. يلا 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 تعالي البسي فستان تانيه. لا كويس، مفيش اي شيء. ممكن تخليهم يطبعوا بقيه الملازم. حاضر يا استاذ. يلزم اي خدمه تانية؟ لا متشكر. لا. الله، مختار، اهلا وسهلا. ايه اللي جابك؟ اللي قول لي انت فاضي دلوقت؟ مش قوي. عال نص القوي ولا القوي كله؟ انا عاوز اسالك كده كام سؤال. خير. انت قبل ما تبقى صاحب جورنال كنت بتشتغل ايه؟ كنت صحفي. يا سيدي انا عارف، قبل ما تشتغل صحفي كنت في الجامعه. يا دي النيفه، ما انا عارف انك كنت في الجامعه. يعني تذكر ما اشتغلتش كده في سيرك مدرب حيوانات؟ الا مدرب حيوانات. امال عرفت تدرب مراتك ازاي؟ بتضحك؟ انا بكلمك جد. عملت معاها ايه؟ فهمني. حولت لها شيك ب 500 جنيه الله يسامحك. برضه ما انتش عاوز تقول لي انت عملت ايه؟ انت عارف حكايه الراجل اللي ذبح القطه يوم جوازه؟ لا، دي حكايه قديمه معروفه من زمان وبيقولوا عليها خرافه. كان في واحد اتجوز، وفي ليله جوازه قعد يتعشى مع عروسته، بص لها قطه جايه تحت الترابيزه وفضلت تقول ناو ناو. عارفها قديمه، مش اللي قالت له ناو قال لها نط ناو؟ يبقى مش عايز تعرف بقيه الحكايه. لو النبي كمل، عاوز اسمع. وبعدين؟ وبعدين طرد القطه فرجعت تاني، فحمر عينيه وراح واخد السكينه من قدامه وراح دابح القطه قدام مراته. يا ماما. وبعدين؟ عروسته شافت كده ماتت في جلدها. تستاهل. وبعدين؟ ومن يومها وهي تطيع وتحترمه وتعمل له الف حساب. طب هو فين الراجل ده؟ ليه؟ علشان اجيبه ويخوف مراته. لا لا لا، دي مجرد حكايه تفهمك ان الراجل لازم يكون مع مراته من اول ليله. بس ما تكملش، انا فهمت كل حاجه. سلام عليكم. رايح على فين؟ رايح ادشدشها. دارسون، من فضلك كاس تاني. برضو سك سك. اطلع خلي دبل. وانا برضو كاس دبل. يا نهار اسود، دبل؟ انت لازم متجوز. انا متجوز اتنين. يا نهار اسود، اتنين؟ دارسون من فضلك هات له واحد حمض فنيك. انت بتقول فيها بكره تحصل. مسكين والله يا عم، انت كل ما هفتكرك هعيط. في صحتك. سعيكم مشكور. وحضرتك برضو متجوز؟
ايوه يا سيدي متجوز وفي بيت الطاعه ومبسوط في جوازك. يا سلام، مبسوط بشكل فظيع فظيع جدا. انما لقيت الحل. ايه هو الحل؟ الحل حل وسطك ان شاء الله. الحل في جيبي بس ما ينفعكش انت. المساله في منتهى البساطه. بساطه؟ طب قولها لي وحياه والدك. هتجوز واحده ثالثه. ايه ثالثه؟ يخرب بيتك انت. ايه هتعمل محمد؟ حاضر يا بيه. اسمع، المسألة فيها حياة أو موت. أوامك، تطلع تضرب الجرس مرتين أنا اللي هفتحلك، بس بسرعة. حاضر يا بيه. محمد. حاضر. محمد. أوامك. يلا يا بنت حضر لنا الأكل. سلامتك يا سيدي، ليه مش هتساعدني النهاردة؟ يلا يا بنت بلاش قلة أدب، كان عندكم غسيل النهاردة وغسلته لكم، في إيه؟ اتفضلي. انت اللي بتزعق كده؟ لا. ايه مالك؟ جرالك ايه؟ مفيش حاجة. انتوا طابخين ايه النهاردة؟ عاملين لك صينية جوافة في الفرن. اموت في الجوافة. ايه؟ جوافة. ايه؟ انت شارب حاجة؟ ايوة، قرعتين بوصة. هو انت اللي انت تفريتها؟ يا سميرة، يا سميرة، يا جمال، ويا سميرة. ايه ده؟ ولا حاجة، دي جزمة قديمة عشان تعملوا لنا عليها شوية بطاطس. على عموم السفرة جاهزة. روح اغسل ايديك مطرح الجزمة. ليه؟ هو انا كنت باكلها؟ اسمع الكلام بقولك. واسمع ليه؟ دي اصلها نظيفة وممسوحة. بس. ايه؟ لا ولا حاجة، بقول بسم الله الرحمن الرحيم. عال اهلا بس. الله، ايه اللي جاب القطة دي هنا؟ ودخلت منين؟ قوم خرجها بره. حرام عليكي، خليها يمكن تكون جعانه ولا حاجه. اخليها ازاي؟ بعدين تتعود على كده وتتعبنا على طول. عارفه حكايه القطه؟ لا ما اعرفهاش. اقول لك يا ستي، مره في واحد يا نهار اسود، ده انا في منتهى الانغفال. ليه؟ انت تعرفي حكايه القطه اول؟ قلت لك ما اعرفهاش. ولا انا. كوتي. لا. بقول لك اسكتي. لا. انا صبرت عليك كتير وانت ما تجيش الا بكده، انا لازم اربيكي، فاهمه؟ انت سامعه انا بقول للقطه ايه؟ سامعه ولا لا؟ مختار. نعم. ارمي المسدس في الارض. حاضر اهو. ابقى يا شاطر شوف لك لعبه تانية. الكلام ده كان لازم يكون من اول ليله، انت فاهم؟ سامي، ما تلبس الكرافته دي، تسمح تغمض عينيك؟ ليه؟ هوريك حاجة. حاضر اهو. فتح بقى. ايه رأيك؟ مدهشة. لا لا لا، ايه دي؟ هايلة، جبتيها منين؟ انا اشتريتها لك. انت خرجتي؟ ايوه، اصل كنت قاعدة لوحدي متضايقة، قامت عزات اختي فاتت عليا، قالت لي يلا نتفرج على الفترينات في شارع فؤاد، خرجت معاها. على العموم اشكرك على الهدية اللطيفة دي، وكل ما البسها هفتكر ذوقك الحلو. بس عايز كمان الكرافات دي تفكرني بحاجة اهم من كده. ايه هي؟ ان دي اخر مره تخرجي فيها من غير اذني، المره دي سماح. انا متشكره قوي على السماح ده، زي العفو اللي يمنحه الحاكم للمحكوم عليه. قصدك ايه يا فاطمه؟ انا ما عملتش جريمه عشان تسامحني. وخروجك من غير اذني مش عارفه انه يزعلني؟ انا مش فاهمه ليه يزعلك. ليه يزعلني؟ قبل ما تتجوزي كنت بتخرجي من غير ما تستاذني ابوكي؟ كنت بستاذن ماما، لكن دلوقتي بقيت ست بيت ومفروض يكون لي راي. انا عمري ما شفت ماما استاذنت بابا وهي خارجه. عشان كده ابوكي مبسوط قوي، وبيتكم مثال السعاده مش كده؟ ارجوك ما تكلمش عن اهلي بالشكل ده. فاطمه، البنت اذا اتجوزت كونت اسره تانية، ويصبح جوزها في منزله ابوها وامها، ولازم تطيعه، ودي سنه الكون من ساعه ما ربنا خلق ادم وحواء. تطيعه يعني ايه؟ يعني يعمل البيت سجن ويفقد شخصيتها ويدفنها بالحياه. وليه تفكري بالطريقه دي؟ استئذانك ليا قبل ما تخرجي مش معناها انه يفقدك شخصيتك. يا سلام، ليه حضرتك كنت بتستأذني قبل ما تخرج؟ طبعا، وبتكوني عارفه اني رايح الشغل، واذا فكرت ان اخرج عشان اتفسح
لازم اخدك معايا. اشكرك، انا مش عايزاك تحن عليا وتفسحني، انا مش عايزه منك حاجه ابدا. كويس قوي. طيب تسمحي تقولي لي بقى ايه اللي انت عايزاه؟ اذا حبيت اخرج مش ضروري تقولي اخرجي، من هنا ورايح مفيش حاجه اسمها استئذان. فاطمه، انا هعتبر نفسي اني ما سمعتش الكلام اللي قلتيه، وبعدين لما تهدي هعرف ازاي اعاتبك. ده رايي النهائي. بس من فضلك، انا كلمتك بالعقل، بس كان الحلم ما ينفعش معاكي هضطر اغير معاملتي، ومش عايز كلام تاني. هنخش لمين قبله، فاطمه ولا هي الناس تبتدي بالعكننه؟ نخش العزات قبله. طيب خشي لها انت وانا اخش لفاطمه. اهلا وسهلا يا بابا. اهلا اهلا فاطمه. اتفضل يا بابا. ازيك يا بنتي؟ الحمد لله يا بابا. وازاي سامي؟ اهو زي ما هو. ايه مالك؟ خلاص يا بابا، انا مش قادره استحمل اكتر من كده. ليه يا بنتي، حصل حاجه؟ خرجت مع عزات عملها لي حكايه، المره دي سماح واخر مره وحاجه تفلق. معلش يا بنتي، ما هو في الاول لازم كده لحد ما تاخدوا على بعض. مش ممكن يا بابا، دي مساله مبدا واراء، وانا لا يمكن اتفق مع مبادئ واراء. ليه؟ بتتكلموا في السياسه؟ سياسه ايه يا بابا؟ امال مبادئ ايه واراء ايه اللي ما انتوش راضيين تتفقوا عليها؟ ده عنده مبدا ان الزوجه لازم تطيع جوزها طاعه العبد للسيد، وده مش معقول. هو انت بتعمل كده يا بابا؟ هو انت شايفاني مبسوط؟ ما انا عملت نفس الغلطه اللي بيعملها جوز اختك دلوقتي، ولولا اني خلفتكم وبقيت مسؤول عنكم ما كنتش اقدر استمر في الجو ده ابدا. يعني عايز تقول انك عايش مع ماما غصب عنك؟ وهي دي الحقيقه. افرضي ان جوزك قبل واستحمل منك عمايلك دي، لكن هيعيش معاكي متضرر، هل تفضلي انك تعيشي مع راجل سعيد وتحترميه، ولا مع راجل تعيس ولا تحترميش؟ وانا يا بابا ما يحترمنيش، ماليش شخصيه. شخصيتك من شخصيته، وده اكرم لك. وانت شخصيتك مالها يا بابا؟ ما انت كويس اهو. انا كويس بوجودك، انما لو كانت والدتك معانا دلوقتي تدوري على شخصيتي تلاقيها في عباه. وفيها ايه لو شخصيتك بقت في عبي؟ على الاقل حافظت عليك وخليتك راجل، من شغلك لبيتك ومن بيتك لشغلك، لحد ما بقيت على المعاش. يا خساره تربيتي فيك. وانت يا فاطمه مالك؟ عزت قالت لي على كل اللي عمله سامي فيكي، بتشتكي لاختك ليه؟ اعمل ايه يا ماما؟ تعملي ايه ازاي؟ ما غضبتيش ليه وسبتي له البيت وجيتي عندي؟ هو انا يا ماما هقعد كل ساعه والتانيه انكد عليكوا؟ ما خلاص الحكايه انتهت واصطلحوا. شوفي يا اخت الراجل، لا ده انت باين عليك خرفت. هو مين فيهم اللي اصطلح؟ ما انت شايفها قدامك، هي كبد يا بنتي دمعتها على خدها. قومي قومي. اروح فين يا ماما؟ خليني قاعده. تروحي فين ازاي؟ ما تبقيش عبيطه، ما هو لما يشوفك غلبانه كده يدوس عليكي. قومي معايا قومي. قال على راي المثل الحصان اللي ما يرفص يلعبوا به العيال. قومي معايا شمي هوا. قومي قومي يا عبيطه. بعدين سامي يزعل. ما يزعل ولا يشرب من البحر، يزعل مره اتنين تلاته وبعدين يبقى قدامك ارنب. قومي قومي قدامي البسي هدومك يلا. حقا. لكن انا شايفك متغير. لا ابدا، باين عليك متضايق من حاجه. فعلا متضايق شويه. من ايه؟ مساله بسيطه كده حصلت في البيت كان ممكن تنتهي بالراحه، لكن مش عارف ايه اللي خلاني زعلت فاطمه وخرجت من غير مصالحها. طب ما تروح البيت عشان تصالحها. لا هكلمها بالتليفون. طب اسيبك انا دلوقتي. طيب. الو، مين حضرتك يا فندم؟ سيدي البيه؟ ايوه. لا خرجت مع الست الكبيره، ما قالتش يا سيدي، بقالها يجي ساعتين ونص كده. كده؟ طيب. ازيك
ستك رجعت؟ لا يا سيدي ما رجعتش. جابك بدري كده النهارده؟ غريبه ان اجي بدري عشان اطمن عليكي كده. متشكره قوي. العفو يا فندم. يا خبر، مين اللي قطع الفساتين دي؟ انا طبعا، وده اقل عقاب على تحديك ليا وخروجك من غير اذني، وده كمان عشان تستريح منه. يا خبر يا متوحش، حد في الدنيا يعمل كده؟ انا ما اقدرش على العيشه دي، انا متجوزه وحش. بس مش عايز كلام اكتر من كده. أنا ما اسمحلكيش أبدا تكلميني باللهجة دي بعد كده. عايز ايه؟ افتحي يا فاطمه. مش هفتح ارجوك سيبني دلوقتي. انت لسه زعلانه؟ مش قادره اسمع صوتك، ارجوك سيبني سيبني كده. يعني اكل لوحدي؟ انت حر، ان شاء الله تاكل بعدك. طيب انا هروح اكل في المكتب، متشكر قوي. صالحني وفكر فيا.
ما خسر ابدا في خيال واعيش وياك بسلام وهنا وراحه بال واعيش وياك بسلام وهنا وراحه بال ماشي على عشرين دوس على البنزين حصلت تسعين اه ياني وياني واه ياني ما العقل يا عيني عليا ضلبه وسامحني وجاني يصالحني وفكر فيا اه اه ياني عيني عليا. اهلا اهلا وسهلا. البي موجود؟ لا يا فندم لسه ما جاش. طيب معلش. اي خدمة ست هانم؟ لا متشكرة. مع السلامة ست هانم. والدكتور قال ايه يا ماما؟ الا الدكتور قال ايه واعدالي هو ده مش ابوكي قومي طلي عليه. طب لما يخرج سامي ده بيلبس ايه كمان زيارة ابوك العيان بالبطاقة؟ ده عيان وتعبان طول الليل من عارف هيجراله ايه. قومي قومي انت لازم تباكي عندنا الليله. انت خوفتيني قوي يا ماما. حماتي اهلا وسهلا. ازاي الصحه كده؟ ده العادي اهي زي ما هي. الله في ايه؟ اصل بابا تعبان شويه وعايزاني ابات معاهم الليله فقلت ما اخد رايك. لا لا لازم تروحي سلامته. انا خايف اتاخر في الجريده وما اقدرش ازوره الليله. ابقى تعالى بكره اتغدى عندنا وطل عليه عشان ارجع معاك. وهو كذلك. ها عن اذنكم. مع السلامة. مع السلامة. انا بالي انشغل قوي على بابا. انت صدقتي ده انا بلاقيلك حجة عشان تخرجي. مالكيش حق يا ماما ده سامي لو عرف هيزعل قوي. وحيعرف منين؟ يبقى بكرة لما يجي يتغدى عندنا نبقى نخلي ابوك يرقد في السرير ويعمل عيان. يلا 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 يا شيخة دي ست شلبية جارتنا عاملة حتة زار يستاهل عيونك. انت مش نفسك تتفرجي على زار؟ زار ايه بس يا ماما؟ اغسالك حزعليني منك بقى. يلا يا شيخة خلينا نضحك وننبسط ونهيص. يلا تعالي البسي تعالي تعالي. ساعة البيت. ايوه يا زكا فندم. الصورة اللي خدناها لحادث التصادم مش هتنزل مع الخبر؟ طبعا اظن معايا. انا اديتها لسعادتك امبارح قبل ما تخرج. الله مؤكد نسيتها في البدله الثانيه. ابعت الفراش يجيبها يا بيه. لا لا مش هيعرف لان البدله في الدولاب والمفاتيح مع الست. انا مش هتاخر. طيب يا فندم. مين قال عليا ان انا عيان؟ الست الكبيره قالت انك تعبان. اه خلاص ما دام هي قالت هي ادرى. امال هم راحوا فين؟ خرجوا بعد الغدا على طول ما اعرفش راحوا فين. وازاي ما تعرفش يا شريف بيه؟ والله انا عودت نفسي على كده. الستات دول عقلهم صغير واللي يمشي وراهم يتعب. وعشان كده ربنا قال الرجال قوامون على النساء وحكمته سبحانه وتعالى هي اللي جعلت المرأة ضعيفة وجمال المرأة في طاعتها واشعارها للرجل بانها اضعف منه. انا معاك في الكلام ده لكن الستات بيفتكروا اننا بنسيطر عليهم ونحكمهم. دي فكرة خطأ. والست الكاملة هي اللي تقدر تخلي من ضعفها قوة لان الراجل منا يحتاج احيانا للعطف والأمومة أكتر من احتياجه للحب. ده تمام. أنا عارف إني ضعيف قدام مراتي لكن من دلوقت صممت أغير خطتي. أفتكر إن تصميمك ده جه بعد الأوان. لا كل شيء ممكن. بكرة تشوف أنا هعمل إيه. في بعض الناس يفتكروا إن طيبة الإنسان دي ضعف. على أي الحالات أهم الأولاد كبروا واتجوزوا وربنا يهدي جميل. جميل ما بقاش صغير يتهدي ما يتهديش اهو لنفسه. انا هخليهم يندموا. اهم جم اهم. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك. كنتوا فين كده يا ترى؟ كنا عند نجية هانم. ايه الخطوة العزيزة دي؟ فاطمة مفتاح الدولاب احسن نسيت صورة في البدلة الثانية. حاضر ما تقعد معانا شوية. لا احسن انا سايب المكتب وجاي بس عشان خاطر المفتاح. عن اذنكم. اسمع احنا مستنينك على الغدا بكره اوعى تتاخر. لا ان شاء الله هنعمل لك الاكله اللي بتحبها. هنذبح لك لوبيا. سلامة يا ابني.
الله، باب شقتك مفتوح ليه؟ ده انا اتخضيت لما لقيته مفتوح. لا اصل جيت وماشي على طول. رايح فين؟ رايح شغلي. وهتغيب ليه؟ انت مش رايح مكتبك بعد الظهر؟ لا يا اخويا، اصل الست بتاعتي اكتفت ان انا اشتغل الصبح بس وبعد الظهر ابطل. زي الحكومه. ايوه، عشان اقعد وياها كمان اسليها بس الليل، انا خايف عشان اقعد لوحدي. خايف من ايه؟ خايف من العفاريت اللي شفتهم. عفاريت ايه؟ اسكت، مش حماتي ومراتي ومراتك خدونا وودونا زار؟ زار؟ انت بتتكلم جد؟ الله، زار مش هزار. انا بكلمك جد، ولسه جاي من هناك اهو. غريب. وايه وجه الغرابه؟ ومش عيب عليك تسمح لهم يروحوا الخرافات دي وكمان بتروح معاهم؟ لو النبي انا ما روحتش، ده عزت هي اللي خدتني كده. ونعم الرجال. الله يحفظك. ده زمان كان الراجل بيقود الجيوش، ودلوقتي للاسف مش عارف يقود بيته مراته. جينا بقى للفلسفه. لا يا شيخ، وانت فالق غير في كده. انا ماشي. انا جوعت قوي، الساعه بقى 3، هنفضل مستنيين لغايه امتى؟ ما تيجي ناكل احنا بقى وخلاص. يعني انسرعت قوي، ما انتش قادر تستنى جوز اختك اما يجي؟ غريبه قوي يا بابا، ملوش عاده يتاخر كده ابدا. انا خايفه لحسن يكون عرف اننا رحنا الزار امبارح وزعل. مش عرفه، يمكن نسيكي. ما هو الراجل كده اول ما يتجوز ينسى كل مشاغله ويفتكر مراته، وبعدها بشهر يفتكر كل مشاغله وينسى مراته. طبعا، وده بيهمه؟ ده راجل عايش على مزاجه. تستجري فاطمه تزعل منه ولا تقول له ما جيتش ليه؟ افهمي كويس انك لما بتتكلمي بالشكل ده انا بزعل، وهسكت لك مره والتانيه، لكن التالته مش هسكت. انتوا هتتخانقوا ويا بعض ولا ايه؟ يمكن يا ستي انشغل. مش ممكن يا ماما، لو كان لقى نفسه هيتاخر كان ضروري اعتذر. اسمعوا يا جماعه، ما تزعلوش، العمر واحد والرب واحد. ايه؟ جرى ايه؟ ولا حاجه. لسانك حصانك، ان صنت صانك وان هنتو انك، فانا هنتو. عايز تقول ايه حضرتك؟ اقول لك بس ما تزعليش مني. هزعل من ايه بس؟ انا قلت لسام ان احنا رحنا الزار. انت اتجننت تقول له حاجه زي دي؟ اعمل فيك ايه دلوقتي؟ سيبينا اتغدى بقى. انت من ادم؟ لا، بني فاتوره. قلت لك 100 مره ما تجيبش سيره لسام. معلش يا ستي، اصلها غلطه لسانيه. ماما انا مروحه، مؤكد هو في البيت دلوقتي. ايه يعني؟ هتنقص منه حته لو اتغديتي معانا؟ هي الواحده بالشكل ده تبيع اهلها عشان جاتها؟ ومش لازم كمان ابيع جوزي. يا فاطمة اعملي معروف، ما تكبريش الحكاية احسن، كل ما بتكبر بتكبر فوق دماغي. ما دام اتأخر لغاية دلوقتي يبقى لازم يكون زعلان يا مختار. لا ده انت زودتيها قوي يا فاطمة، انت هتخليه يطمع فيكي اكتر واكتر من كده. انا عارفة جوزي كويس قوي يا عزاز. يا ست الدنيا مطرتش، والزعلان سيبيه يشرب من البحر. يا ست دي غلطتي، واقسم لك بشرف ان هجيب لك سامي لغاية هنا، ايه رأيك بقى؟ انت عارف سامي يا مختار، دي حاجة تجنن. مفيش راجل في الدنيا يستاهل ان واحدة ست تعمل علشانه كده. وإذا كان فيه ما يبقاش الدلعه دي سامي. يبقى معقولة الواحدة تبيع روحها لواحد غني مليونير يرمي ثروته وفلوسه كلها تحت رجليها، مش زي خبتها التقيلة؟ اسمتها بقى يعني. أنا خلاص بقى، يلا بينا بقى نتغدى ونتكلم في حاجة تفتح النفس. يلا 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 يا روح. أنا في نظري إن فاطمة أجرمت، مش كفاية إنها طوعتكم في الخرافات دي وراحت معاكم الزار وكمان تكذب عليا؟ بلاش دلع يا سامي، قوم يا أخي هات مراتك بقى. انا اللي اروح اجيبها ليه؟ انا اللي زعلتها؟ البيت بيتها، تتفضل تيجي وتعتذر. حد يقول الكلام ده؟ تسيبها كده ترن زي الكلبه. اسمعي يا عزات، ارجوك تفهميها انها تيجي وتعتذر وتوعدني ان دي تكون اخر مره. يعني مش عايز تروح تجيبها؟ طبعا لا. انت حر. ايه؟ في ايه؟ شايف الزغلولتين اللي هناك دول؟ يا سلام لو طبوا، انا عجباني اللي على اليمين. طب واللي يكلمهم لك؟ لا يا شيخ مش معقول، دول باين عليهم جد قوي. ايه؟ طيب هتشوف. ايه الجمال ده كله يا قمر؟ الله الله، جميل. يا ترى جايين من فين ورايحين على فين؟ ابدا، كنا بنشتري شويه حاجات من محل مبروك. طيب يا ستي عال، ومبروك كمان. مبروك على ايه؟ ايه مبروك؟ اللي ربنا ريحك من اللي جام اللي كان ملجمك بسلامته سامي. بس تختشي يا ولد، بلاش قله ادب. فريد تعالى يا اخي، اقدم لكم فريد بيه صديقي من الاعياد. تشرفنا.
فاطمة وعزات اخواتي. تشرفنا. اخواتك؟ اه يا اخي. الله، بتضحك ليه؟ اصلي عملت فيه فصل انما لطيف مش لطيف بس، ده جميل قوي. اتفضلوا عربيتي توصل. متشكرين قوي عن اذنك. مع السلامة. انا شايفك بظلم. نو كارت. انا عندي 3 دم. 3 اس. 3 اس دايما منحوس انا كده. الله، مالك سارح كده؟ اللي واخد عقلك يتهناب. اللي واخد عقلي مش داري بيا. ودي مين دي يا ترى بقى؟ يعني لو عرفتها هتقدر تعمل حاجه؟ يمكن اقدر اساعدك. يا ريت. انا مستعد اخلي ثروتي كلها تحت امرك لو ساعدتني في ان اتجوز اللي بحبها. الله الله، لكن ده انت واقع قوي. ودي مين دي يا اخويا اللي قلبك كيانك كده؟ ما انت عارفها جميل. عارفها؟ مين دي؟ فاطمه اختك. فاطمه؟ لكن انت عارف انها متجوزه. ما هو ده اللي هيجنني. بحاول كتير ان انساها، مش قادر. يا اخي انت حيرتني. لكن اسمع، انت عايز تتجوزها صحيح؟ ده كل املي في الحياه. والله يا اخي يا ريتك انت اللي اتجوزتها من الاول بدل الانزوح اللي هي متجوزاه ده. لكن ده انت بختك عال، دول زعلانين مع بعض وحتى فاطمه قاعده عندنا في البيت. بتتكلم جد؟ حق لو طلقها مستعد اديك 2000 جنيه بعد ما اتجوزها. اسمع، قوم معايا. على فين؟ مش شغلك زي ما بقول لك تنفذ. تحت امرك. حضرتك ما تعرفنيش، انا دلوقتي موجوده في حمام مينا هاوس. لازم تيجي حالا دلوقتي. طبعا اعرفك. ارفار. تعرفت بيك. متشكر. ايه الخدمه اللي طلبتني فيها؟ اتفضل. انا صاحبه مراتك من زمان وكنت معجبه بيك، وفجاه عرفت انك اتجوزت فاطمه فما حبيتش ان ازورها لا تغير مني ولا حاجه. افتكر انك خرجت عن الموضوع. تسمحي تقولي لي ايه اللي كنت طالباني فيه بخصوص مراتي؟ ايه، انت مستعجل قوي؟ اعتقد كده. ده انت صعب خالص. انا لما عرفت انك زعلان مع مراتك دفعني حبي ان اشوفك. هو ده الموضوع الخطير اللي طلبتني فيه؟ انا اسف جدا، كان من الممكن انك تدوري على واحد من شكلك تتسلي معاه. ليلى محروقة من نار الجوى وقيس على كيفه بيشم الهوى. ابعد عني، انت باين عليك رايق. وانت مالك بتفكري في ايه؟ في سامي؟ ويا ترى سامي بيفكر فيكي؟ بس يا جميل ما تحاولش توقع بيني وبينه، عيب. انا مالي، انا بس مش عايز يستغفلك على طول. يستغفلني؟ ليه؟ عايز تقول ايه؟ مش عايز اقول حاجة، الصورة هي اللي تقول. صورة ايه؟ اهي شوفي. خبر؟ مش ممكن. صدقت اخوكي عشان تبقي تثقي فيا؟ عايزه ايه اثبات اكتر من كده؟
ودي بسيطة. إذا كنت عاوزة من ده كتير أنا مستعدة أفرجك. بس كفاية بقى، سيبني سيبني. هدي آخر لو عدت في هواك يا ساهي، ذنبي 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 وياك. احرمني من الحنان والميل، انا راضع بالعذاب والويل. يا حرمني بالحنان والميل، أنا راضع بالعذاب والويل. يا سامع شكوتي بالليل، يا بياني ومهجتي شرياك. يا ذنبي 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 وياك. متخبيش عليا، مفيش حاجة سهرتك غير التفكير في مراتك. ومين قال إني ما بفكرش فيها؟ طيب يا أخي ما تروح تجيبها. مش ممكن، تبقى أنت اللي عنيد بقى مش هي، وفي الآخر أنت اللي هتحن وتروح تجيبها. أنا عارف إني بحبها، وعشان بحبها عايز أخليها مثل أعلى للزوجة. أنا بعتبرها زوجة العمر. أنا مستعد أروح لها وأقنعها. أنا مقدر شعورك يا مجدي، أنا منكرش إني بتعذب لبعدها عني، لكن لازم أستحمل عشان نعيش في نعيم طول العمر. وعلى إيه بس كل ده؟ المهم تعترف بغلطتها، فإذا اعترفت وندمت مش هترجع تاني أبدا لحاجة زي دي. شوف مين وحياتك. حاضر. شقة الأستاذ سامي علوي؟ أيوة يا فندم، اتفضل.
مين حضرتك؟ انا محضر من المحكمه الشرعيه حضرتك. لا 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 اتفضل اتفضل. في ايه يا مجدي؟ بيقول محضر من المحكمه الشرعيه. ايوه في حاجه؟ حضرتك الاستاذ سامي علو؟ ايوه. ليك اعلان دعوه نفقه. اتفضل انت. دعوه نفقه. ايوه والله عالي. السلام عليكم يا جماعه. عليكم السلام ورحمه الله. فينك يا راجل؟ محد بيشوف؟ تشوفني ازاي وانت زعلان مع مراتك؟ ايه يا سماك دي ما تشوف الحكايه؟ والله يا اخي من الصبح وانا بكلمه ما فيش فايده ابدا. لا يا سامي انت غلطان، انت لازم تروح تصالح مراتك وتعتذر لها. كده؟ بس امر يا سمو مختار. يعني اروح اقول لهم انك جاي تصالحها؟ وهو كذلك. شاهد يا مجدي؟ ايوه شاهد. وتحب تروح لهم امتى؟ بكره الساعة 4 بعد الظهر. استبينا، ما عندكش فكرة هم منتظرينك في منتهى الشوق. وعلشان كده أنا بدي أروح أصلح غلطتي. يا سيدي ما كان من الأول، أما حماتك هتفرح بشكل إن الله يستفقه. تسريحة معايا ما ترد عليا يا بابا تعجبه تسريحة الباقي ما ترد عليا يا بابا تعجبه تسريحة ازاي كده هو لا 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 كده هو لا 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 برضو لا كده هو ايوه كده ايوه وحايش تاني ويا فرحة قلبي مع فرحة قلبي محتارة فين فساتري تختار امه يا عيني ايه راح يعجبه من دول وانا قبله بها على طول ايه راح يعجبه من دول وانا قبله بها على طول الاصفر لا 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 الاحمر لا 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 برضو لا الاخضر ايوه كده ايوه وحايل تاني وياه فرحة قلبي معاه لا بح بهوى على طول على راح اقول له اطلع اطلع من وان قال لي ان انت منى راح اشوف القصد معاك راح اشوف القصد معاي يعاندني لا 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 يكايدني لا 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 برضو لا يساعدني ايوه كده ايوه وحايش تاني وياه فرحة قلبي معاي فرحة الست فاطمة هاني. فاطمة هاني بشريف موجودة؟ أيوة أنا. حضرتك؟ أيوة. في جواب علشانك تسمحها تمضي؟ اتفضلي. شكرا. اتفضلي.
في ايه يا بنتي؟ الله ايه ده يا سلامي؟ ايه؟ ايه في ايه؟ ده سامي بعت لها ورقة الطلاق. ويسكي على الخبر ده بس واحد ويسكي 10 قول لي هتقدمني انت عشان اخطبها؟ لا ما تستعجلش المساله بدها شويه تكتيكات شويه ترتيبات سيبني اعملها لك انا كلام شرف عيب انا حاسس النادي كله ويسكي على حسابي جرسون انت شوقتني عليه وده شكله ايه ده فريد بيه انا مش هقول غير كلمه واحده بس ده وارث 50,000 جنيه يا حلاوته يا جماله وتعرفه من امتى ده الله ما انت شفتيه انا يوم ما قابلتكم انت وفاطمه في شارع فؤاد وعرض عليكم يوصلكم بعربيه ده شربات يا ماما انا هكلم فاطمه عليه وده وقته يا ماما تكلميها في الحاله دي وهي ليل ونهار بتعيط امال هنستنى لامتى لحد العريس ما يطير اللي زي ده ما يقعدش ده زي السبرتو انا بقول باي طريقه كده شويه شويه ننسيها ثاني بالفسح والسهرات الحلوه وفي اي مناسبه نرتب كل شيء برضو معقول نبيها يا مضروبه اما عزات حته بروجرام لكن يشيب يدوخ فين هو مش هقول هخليها مفاجاه هسهركوا اجمل سهره في حياتكم ست فاطمه جواب علشان حضرتك جواب ايوه الله ده خط سامي تاني اسكت يا جميل الله احنا مش قلنا ملناش دعوه بيها ده بعت لي شيك شيك هي كل واحده فيكم يضحك عليها بشيك ولا ايه في ايه يا فاطمه عزيزتي فاطمه أرسل لك شيك ب100 جنيه نفقت هذا الشهر والشهر الماضي وإذا ساعدتني الظروف فإني أعدك بزيادة النفق سامي أنت كنتوا طالبين منه كام يا ماما؟ 40 جنيه قال أنا عامل فييس وبعد زيادة نمر مكشوفة وقلة ذوق حضرته بيبقشش علينا أحسن من عينه قال يعني لما بعدت عنه كترت فلوسه اسمعوا مطلوب من هيئة أركان الحرب تدبير خطة محكمة فنية سريعة جداً
طبعا، لان لو العريس ده طار من ايدينا نبقى ما عملناش حاجه ابدا. يا نهار اسود سنة اهو. اه اوعى تسلم عليه. خلاص مش هسلم عليه، انت بتشخط فيا كده ليه؟ الله سامي، صدفة عجيبة، مراتك وعيلتها قاعدين على الترابيزة اللي قدامنا دي كده؟ ولكن انا شفناهم. فاهم؟ حاضر فاهم. اسمع، مش عارف هيعملوا ايه دلوقتي لما يشوفوا امتثال خطيبتي معانا، هيفتكروها واحدة صاحبتك. خلينا ناكل بقى ما نسدش نفسنا. حاضر. مالك اترعشتي كده ليه؟ لا ابدا مفيش حاجه، بس انا افضل اننا نقعد في حته ابعد من كده. ولا تعملي له اهميه وانا اكنه هنا. طبعا. انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ اسكت انت. طيب ما انا برضو كنت عاوز اسكت يا صفره كده. الله، ده فريد اهو. مين يا خوجة؟ فريد. فريد تعال. اهلا. جميل، فرصه لطيفه قوي. لا يا راجل تبقى جاي هنا ولا تقوليش. والله انا جاي اشوف واحد صاحبي وماشي على طول. ماشي على طول ازاي بقى؟ ده انت ضيفنا الليله. اقدم لكم فريد بيه صديقي من الاعياد. تشرفنا. ماما اختي عزات واختي فاطمه. كان لي حظ مقابلتهم قبل كده في شارع فؤاد. ايوه صحيح. اتفضل اتفضل. شكرا. اهلا اهلا. بالحق نسيت اقدم لك مختار بيه جوز اختي. تشرفنا. عيش. مالك يا فاطمة؟ احنا مش جايين هنا عشان نلبسك. ما تخليش حد يضحك علينا. فرفشي. وهو في ايه؟ ما انا فرفشة اهو. ايه في ايه يا جميل؟ مالها؟ سامي هنا يا سيدي. ايه؟ هو فين؟ سيبك ولا يهمك. المهم تورينا بقى ازاي هتفلقوا انت. هتشوف دلوقتي. فاطمة هانم، اكون متشكر قوي لو سمحتي لي بالرقصة دي. متأسفة ما اقدرش ارقص. متأسفة ايه؟ قومي ارقصي معايا عبيطة، دي فرصة. اديك ظبطتيه قاعد مع واحده غيرك. رضي خليه يعرف قيمتك. اظن يا فاطمه هانم دي اول مره اطلب منك فيها انك ترقصي معايا. ما تكسفنيش ارجوك، تسمحي. ما تكسفيهوش بقى يا فاطمه. مش معقول ابدا فاطمه هتكسف فريد بيه، دي هي بس اللي مكسوف. يلا يلا قومي. يلا 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 قومي يا فاطمه. والله عال. ايه في ايه؟ دي حاجه تطور الدم. سامي ده عجيب وهيجنني. ايه؟ هجننك ليه؟ يا اخي قامت وبترقص مع واحد تاني. طب واحنا مالنا يا اخي؟ قال واحنا مالنا يا اخي؟ علي انا عايز افهمك طبعه وانه هيبقى غيره عليك. متجوز كده ليه؟ ولا حاجة. ايه اللي خلاك بتسقف؟ يظهر الرأس كان عاجبك قوي. قوي قوي يا اخويا، عاجبني خالص.
فريد، يلا بينا بقى يا ماما. يلا على فين؟ نروح دلوقتي، مش معقول. اذا كنتوا عايزين تستنوا اكتر من كده انا مش قادره خلاص. يلا بينا يا بنتي احسن، دي عنيده. مختار يلا. يا اهلا وسهلا، ايه المفاجآت السعيده دي؟ سعيده ايه وزفت ايه؟ اروح النهارده عند الخياطه تفضل تبص فيها وتهزقني قدام الستات ليه؟ خير ان شاء الله. نعم، عامل نفسك عبيط حضرتك. انت ناسي ان احنا لحد دلوقتي ما دفعناش اجره التغيير؟ ايوه، بس دي حاجه ملياش فيها اي ذنب، لانك انت اللي بتصرفي وانت اللي في ايدك المصروف. هاصرف قوي يا حسره. الطبخ يا جاريه، كلف يا سيدي. هي الفلوس اللي تديها لي هتقضي ايه ولا ايه؟ ايوه بس يا عزات، انت تعرفي ان المكتب مقلوب حاله، وانا دلوقتي مديون لشوشتي. مديون على 20 جنيه عمي. يا ست عمي ولا مفتحين، انت ما تعرفيش ان انا بصرف دلوقتي من راس المال، وده الشيء اللي انت عاوزاه. انت هترمي بلاويك عليا؟ انت اللي مش عارف تشتغل. وفر شويه من مصاريف المكتب، بلاش كل زبون يجي قهوه قهوه قهوه. قهوه ايه وزفت ايه؟ ده انا مره اجي ومره ما باجيش، وبعد الظهر ما باجيش خالص. بقى كل حجتك الشغل بعد الظهر؟ الحكومة وجلالة قدرها تشتغل الصبح بس انت اللي خيبة. هو اذا كنتش انا خيبة كان حصل كل ده؟ بتتريق حضرتك؟ حتة مكتب زي ده مش عارف تشغله؟ ما تيجي حضرتك تشغليه بجلالة قدر. احنا فيها، سيبهولي شوف انا هشغله ازاي. انت بتتكلمي جد؟ الشغل مفهوش هزار. طيب اتفضلي يا ستي. وريني حساباتك. اسمعي. الله الله، انت بتشخط كده ليه؟ لا انا ما بشخطش ولا حاجة. انت دلوقتي مختار وانا عزات. اقعدي بالعافية بقى يا اختي. اطلعتك وانت بيطلعتك. انا كل ما املك من عزب وعمارات وفلوس في البنوك هخليه تحت رجلين فاطمة. تسلم وتعيش، ودي عايزة كلام. انا فهمت ماما كل حاجة. على اي حال اعتبروا هنائي وسعادتي بين ايديكم دلوقتي. وربنا اختار لك الايدين اللي تصونك صحيح. تعالي يا فاطمة تعالي، مفيش حد غريب. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا. شايف؟ حكي على ايه يا فاطمة؟ يا اخويا خليها تضحك، بقالها كتير ما ضحكتش من قلبها. انا عارف ايه اللي مفرح قلبها. هنبتدي الحسد بقى ولا ايه؟ يا ترى بتضحكي على ايه؟ ما تقولي لنا عشان نضحك معاكي. افتكرت البوكس اللي خدته من سامي وكان منظرك يموت من الضحك. انا لولا الناس حشوني كنت ناوي اكسر المحل على دماغه. لا معلش، قلبك ابيض. اسمع يا فريد بيه، انت مش قلت ان احنا نروح نعمل ويك اند في العزبه بتاعتك؟ فين يا راجل وعودك؟ تحت امركم في اي وقت. امتى يا ماما؟ طيب بعدين بقول لك يا فريد بيه. وهو كذلك. ودلوقتي اسمحوا لي لاني مرتبط بمواعيد، عن اذنكم. مع السلامه. مع الف سلامه. استنى يا بت. نعم. الجواب ده لمين؟ ده جواب عشان ستي فاطمه. ده لازم بقى من سامي البسطجيه اشتكوا. يا لوعتي يا شقايا، ايه ده شيك؟ بتدوري على ايه تاني؟ فاكره هيكتب لي الجواب؟ سامي بعت لها شيك، اجري يا اختي حطيه جنب الشيك التاني. انهي شيك؟ الشيك ابو 100 جنيه شالته تذكار الموده والاخلاص. لسه لحد النهارده؟ ليه بقى؟ لازم عندها امل في سامي، عشان كده بقى سايبه عفشها في الشقه. طب ما حضرته خد شقه تانية. كلها بتقول لنا؟ ليه بقى يا ست فاطمه؟ طب الشقه وقلنا حافظها تذكار، والشيك ايه؟ هتبروزيه؟ انا حر. حرة ازاي؟ انت الفلوس دي اذا ما كنتيش عاوزاها اديها لماما، اديك قاعدة تطفحي وتشربي هنا ببلاش. اخرس يا ولد! ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ دي قاعدة في بيتي! اسم الله، وانت مالك تنحشر؟ مالي ازاي يعني مالي ازاي؟ قولي له يا ماما احسن ما انه عاوز يتفلسف. اخرس يا قليل الحياة! الله، وبتشتمه كمان، تشتمه ازاي؟ انا حر اشتمه واكسر دماغه. كفاية صبرت عليكي وعلى بلاويكي. ولد فاسد لا نافع في مدارس ولا نافع في حاجة أبدا، وبنت طالعه لك فضلت ورا جوزها لحد ما خربت مكتبه وقعدت على تله، والبنت الكويسة اللي حيلتنا خربت بيتها كمان. ما بس بقى يا راجل يا شايب وعايب. إيه بس يا نينا الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ كلام الفارغ ما بان أهو، هو ده يجي بالراحة أبدا؟ ليكي حق تقولي الكلام ده، لأن قلبي الطيب هو اللي جنى علي. أنا من زمان مش راضي عن أعمالك وساكت، وعشان كده بتستغلي المروءه دي فيا وتستمري في قسوتك. يا شيخة عاملي ربنا ما تعامليش أنا. بس يا بابا ما تعملش كده، ما تزعلش نفسك يا بابا. شوف يا أخويا الراجل وقرحه. لا يا بابا مالكش حق، دي ماما بتضعف قدام الدموع زي نابليون. اخرس، أنت أمك مجردين من الإنسانية،
أنا كلمتكم بلغة ما تفهموهاش. فيه نوع من الحيوانات ما يجيش إلا بالقسوة، أنا حعرف أوريكم إزاي. هتعمل فينا إيه يعني؟ أنا كان في إمكاني أطلعك، لكن أنا حسيب لك البيت، فإذا عقلتي وعرفتي إنك غلطانة كان بها، وإلا يبقى ذنبك على جنبك. بابا بابا عايزة منه إيه؟ سيبيه يخرج على كيفه، بكرة يرجع على بوزه زي الله، ولا بلاش أغلط هم؟ أنا موافق، إنما المهم تحافظوا على مستوى الجريدة، وده اللي أحب تلاحظوه دايما. يلزم خدمة يا أستاذ. أيوة، خلي الساعة ياخد جهاز التسجيل يوديه الشقة الجديدة. بس يمكن نحتاج له هنا. أنت عارف أنا قاعد لوحدي اليومين دول، وأحيانا بيجي لي أرق، فأحب أدور الجهاز وأسجل عليه بعض المقالات. حاضر يا أستاذ. شريف بيه، أهلا وسهلا. ما تأخذنيش يا ابني اللي دخلت كده وأنت مشغول. لا لا معلش. طيب نستأذن إحنا بقى. طيب اتفضلوا. اتفضل يا شريف بيه. استريح. خير يا شريف بيه؟ والله الحقيقة مش خير، لأن النهاردة كنت هطلق الست بتاعتي لولا سبت لها البيت ومشيت. يا سلام، بس ما تزعلش نفسك، أجيب لك فنجان قهوة؟ لا متشكر، أنا ماليش نفس الحاجة أبدا. لو عندك فنجان سم هاته. لا لا، الرجولة تظهر في قوة التحمل. قوة التحمل؟ هو في حد تحمل قديه؟ لكن أنا وضعت حد للطيبة، خلاص هأجر لها أوضتين وأرفع عليها دعوة طاعة، أنا لازم أأدبها. لا لا لا، ما وصلتش الحكاية للدرجة دي، وربنا قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وقضية الطاعة دي مش الوسيلة اللي تعالج بيها موضوع زي ده رأيي، وأحب إنك تنسى الموضوع ده دلوقتي، وخلينا أشوفك دايما مبسوط. أنا عارف شعورك ده، وربنا يعلم إني بحبك وبحترمك بصرف النظر عن إنك تركت بنتي. أنت في منزلة ابني تمام، مش ابني جميل، ابني اللي كنت أتمناه من ربنا. شريف بيه، الدموع مش لينا احنا، وأنا يسعدني جدا لو اعتبرتني ابنك صحيح. أنا متشكر قوي يا سامي يا ابني، وعلشان تعرف منزلتك عندي أنا أول ما سبت البيت جيتك أنت، ولا روحتش لجوز بنتي التانية. أنت قايم رايح على فين؟ والله ما أنا عارف، أنا بقالي 20 سنة ما أعرفش بيأجروا الأوضة في اللوكاندا إزاي. لوكاندا؟ إزاي الكلام ده؟ أنا بيتي تحت أمرك. لا متشكر، أنا مش عاوز أتعبك. تتعبني إزاي؟ ده يسعدني إنك تيجي تقعد معايا، وأنت عارف أنا وحداني. اتفضل اتفضل معايا. أفندم. سمع هو ولا طرشة؟ حضرتك ضربت الجرس؟ ايوه، اصل عايزك في حاجه مهمه خالص. يوه، اللهم اغذيك يا شطان. يا ترى ايه؟ ايوه افتكرت، معاك قلم؟ ايوه يا فندم. طيب خد اكتب التلغراف اللي حمله لك ده، وابعته مع واحد ساعي حالا، فاهم؟ ايوه يا فندم. اكتب يا سيدي. ايوه، اتصلنا بكم تليفونيا. تليفونكم عطلان. ارسلوا الساعة 5 واحد يكويلي شعري. ايه؟ يكويلي شعري. العنوان شارع قصر النيل، كوفير بولس. الو، استنى هنا يا منيل على عين. ايه الكرافطة اللي انت لابسها دي؟ في حد في الدنيا يلبس كرافطة كحلي على مبنى بني؟ حاجة تجنن. وانا كمان اقول مزاجي معكر ليه من الصبح؟ ما مش عارف. طب والنبي اللي انا قاليه حدفتي، حتى مش لايقه على المريال اللي انا لابسها. والنبي عزات، انا عارف انك مشغوله، انما معلش تعالي قوامك احسن، انا قاعد لوحدي. ايه؟ طب ده انا طبيخ لك النهارده مسقعه عشان الدنيا حر، هتاكلي صوابعك وراها. امال ايه؟ بعته مع الفستان الاخضر عند المكواجي. اسكتي، مش طنط جليله جت وقعدت دردشت معايا وقال ايه عاوز ارد لها الزياره. ان شاء الله، بس ما تتاخريش، والنبي عزات احسن انا عصافير بطني بتزعزع. ها؟ اوروفوار. مع عزعيزو. وانت جايه هاتيلي معاكي حاجه حلوه. ايوه حاجه حلوه شبهي. يا سلام يا عزات. ماما اتفضلي شوفي، عشان تعرفي ان كلامي ما ينزلش الارض الا اقوله لازم يحصل. عيب، ده انا ابن امي. مل عليك وعلى امك، ايه الحكايه؟ طببت قلبي.
فاضي يا ستي مصيبه جديده من مصايب سيسامي ده. يا خرابي ايه الحكايه؟ رايح يا ستي واخدني كابويا في الشقه اللي هو فاتحها جديد ونازل فيه عمال يسمم له افكاره وعاوز يخرب بيتنا زي ما خرب بيته بايده. سامي مش ممكن يعمل كده، انت ما تعرفوش. انت اللي لسه ما تعرفيهوش، ده ند. طب اخرس بقى. بس ما تتكلميش من غير ما تعرفي حاجه انت. هتوريني. دي قضيه يا ستي رافعها ابويا طالبك في بيت الطاعه. مش معقول، ده لازم سامي بعتها لفاطمه. لكن انا هوريه العند ازاي؟ احنا هنرفع عليه دعوه نفقه، اما سامي ده فاحسبه معايا انا. يوه ده صحيح، هتطلبني في بيت الطاعه. يخسر التعبي وشايفك يا شريف، يا تربيه العمر كله يا شريف، تعمل فيا كده يا شريف. ياخدي سامي بتاعك. امشي روح هات كولونيا. كولونيا دي وزفت ايدي متلبشه هتقول اكودي في بعض. خدي ايه انت روح يا شيخ اسكتي، ما تزعلش يا ماما هنعمل لك زهر. وهنجيب لك كل اللي تطلبه الست الكبيره. ازاي صحت ست والدتك دلوقتي؟ لا استنى شويه عليا ما بالريق الاول. ويسكي سك. اسكت، مش قرروا لها عمل زهر خلاص. زهر؟ زهر الكلام الفارغ ده؟ وانت وافقت على حاجه زي دي؟ وماله يا اخي؟ اهي فرصه للفرفشه والانبساط. خليها تبز شويه من القرشين اللي محوشاهم من ابويا في صحتك. شرب. Thank you.
ماما ماتت. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هرمان جمعا إن شاء الله. أهلا سامي، ازيك يا ابني؟ سهلا يا شريف بيه. أنت فاهم طبعا الدنيا كويس، وعارف إن الإنسان المؤمن بيقابل كل مصيبة بصبر. حصل إيه يا ابني؟ أنا عايزك تتجلد. فيه إيه؟ البقية في حياتك. مين؟ زوجتك توفى. علوية، مش معقول. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حصل إمتى ليه وإزاي؟ لا كانت تعبانة ولا حاجة. كانت تعبانة وعملوا لها زار، فاكرين إنه هيشفيها، لسه معتقدين في خرافات زمان، وادي كانت النتيجة. الله يرحمها. استغفر الله العظيم، يا رب اغفر لها، يا رب ارحمها. البكا دلوقتي مفيش منه فايدة، ولادك محتاجين لك، خصوصا فاطمة. قوم روح البيت. ما اقدرش اروح البيت قبل ما يفوت الثلاث ايام، اعصابي ما تستحملش. مسكينة، يا ريتني ما زعلتها. ايه رأي حضرتك في النوع ده؟ مش بطال، احسن من اللي فات. خلوا مصاريف المكتب كلها بالشكل ده. ما قلتليش حضرتك نعمل ايه في البارتست الاخراني؟ طول بالك، مختار رح يقابل السنديك ويمكن يعمل صلح مع الديانة. سيبني دلوقتي لحسن، انا بفكر في شيء اهم من كده. مش عارفة هعمل الاربعين ازاي. حاضر يا فندم. هات يا ابني الصورة. ماما يا حبيبتي يا ماما. بس يقعد وقت بتتفرج على ايه عقبال حماتك. شكرا تعالي 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 اما اقولك انا عملت ايه. عملت ايه؟ مفيش واحد عاوز يصطلح ابدا. ازاي؟ كل الديانة محدش منهم عاوز يتنازل عن جزء من فلوسه. وبعدين؟ ولا قبلين، خلاص هيشيروا افلاسي وهيقفلوا المكتب. ازاي ما تقولش كده ابدا؟ بس هعمل ايه عزاز؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه بس؟ انا اللي كنت بموت نفسي في الشغل هنا عشان اصلح اي غلطة من غلطات. هي دي المصيبة والحجز اللي على البيت، هنعمل فيه ايه راضة؟ ما تعيطيش يا حبيبتي، كله فداك، كفاية عليا انت وصورة حماك. الله. شد حيلك يا جميل، البيه في حياتك. متشكر. لا لا لا، عيب يا اخي، انت راجل مش كده. مش قادر يا فريد، مش قادر. معلش معلش، انت محتاج تشرب لك كاسين عشان تنسى شويه. مفيش هنا خمرة. اشتري، خد خد، ادي 10 جنيه، روح اشتري ازازه 2 3 زي ما يعجبك، وانا بدالك هنا زي اي حد من المعزيين. متشكر يا فريد. لا يا ماما. انت هنا فاطمة هانم؟ البقية في حياتك. انت كنت بتعيطي ولا ايه؟ العينين الجميلة دي ما اتخلقتش للبكا. هو جميل راح فين؟ فاطمة اسمحي لي انا اديكي باسمك، انا عارف قد ايه انت حزينة، اديني الفرصة اني اسعدك وانسيك الهموم اللي حواليك. انت بتكلمني كده ازاي؟ انت جرالك ايه؟ مش عارف جرالي ايه، من اول يوم شفتك فيه ما قدرتش انساكي ابدا، صدقيني اني بحبك. اما انت انسان غريب قوي. غريب عشان بحبك يا فاطمة. اخرج من هنا يا قليل الادب. انا قصدي شريف، عايز اتجوزك. ابعد يا نجل. انت بتضربيني يا فاطمه؟ لازم لسه بتحبي سامي. طبعا بحب سامي، امال عايز نحب مين؟ انا اللي بحبك يا فاطمه، انا عايز اتجوزك. ابعد يا سامي. انا اللي بعبودك يا فاطمه. فجيت هات اللي الواحد يتفرج عن همه.
فرغ فرغ. اسمع جميل. انا شايف شبح سامي موجود في بيتكم هنا في كل شيء، وطول ما هو موجود مفيش حد في عيلتكم هيشوف يوم هنا ابدا. ليه؟ حصل حاجه جديده؟ فاطمه بعزيها شتمتني، وعرفت انها لسه بتحب سامي. كل مصيبه تحصل في العيله تلاقي سببها سامي، كل داهيه تقع على دماغنا تلاقي وراها سامي، واخرتها هنعيش مهددين طول عمرنا. هتعملوا ايه؟ امركم لله. يعني سعاده اسره بحالها تنقلب تعاسه بسبب شخص واحد. يا ناري، لو ربنا ياخده ونستريح منه. لكن على راي المثل عمر الشر بيطول. ما تخافش انا هقصره. ما تقدرش يا جميل على الحاجات دي، انت لسه صغير، انت لسه ما تعرفنيش. لا ده انت تبقى بطل صحيح، ده احسن حل، ودي تبقى الحسنه الوحيده اللي تعملها في حياتك. الليله دي، الليله دي لازم اقتله. انا مستعد اساهم معاك لان ده عمل خيري في صحتك، في صحه عزرائيل. إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. إن الإنسان العاقل كلما مرت به تجارب الحياة ازداد إيمانا بما في تعاليم الدين من عمق وفلسفة. مين؟ مين؟ الله، هو أنت صاحي؟ أنا صحيت على صوت رجلين وبعدين سمعت صوتك. انت كنت بتكلم حد؟ لا ابدا، انا كنت بملي مقال على جهاز التسجيل. انا قلت يا ترى ده بيكلم مين؟ انا كنت فاكرك نايم. والله انا الليله مش عارف مالي، بنام نوم متقطع كده وقلبي مقبوض. نهايته تصبح على خير يا ابني. وانت من اهل الخير. لما مرت به تجارب الحياة ازداد إيمانا بما في تعاليم الدين من عمق وفلسفة. مين؟ جميل؟ ايه المسدس اللي في ايدك ده؟ انا جاي اريح الناس منك ومن شرورك. ارمي المسدس اللي في ايدك، ما تبقاش مجنون. ده انا ابقى مجنون لو سبت واحد زيك يعيش. انا لازم انتقم لامي والفضل منك. مين؟ جميل؟ ارمي يا واد المسدس اللي في ايدك ده. ارميه؟ ده انا لازم اقتله. ما تقدرش تقتلني، انت سكران مش كده؟ هو هتقرب، انا لازم اقتلك. جميل، اذا كنت عاوز تقتله اقتلني انا الاول. ابعد عنه بقولك. مش هبعد، موتنا احنا الاثنين. انت بتحميه بعد كل اللي حصل منه. اوعى انت يا شريف بيك. لا لا، هات المسدس يا ابني، ربنا يهديك. ابعد يا بابا. اذا كنت عاوز تقتلني يا ابني اقتلني. انا اقتلك يا بابا، مش معقول. جميل، انا عارف انك ضعيف ومتنفعش، اقتلهم الاثنين سوا. عاوزني اقتل ابويا. ما قتلتهمش هيبلغوا البوليس. اقتلهم يا مجنون. مش ممكن. مش عايز تقتلهم؟ هقتلهم. اوعى. ابني جميل، ابني ابني جميل جميل. وبما انه اتضح من الادلة والقرائن ومما أثبته جهاز التسجيل، ونظرا لوفاة كل من المتهمين نتيجة لإصابته من الآخر، قررنا حفظ التحقيق لسقوط الدعوة العمومية بوفاة المتهمين. طيب، أنا متشكر قوي. حاجة مؤلمة، كل الحوادث اللي حصلت للعيلة دي كان سببها أن رجل البيت ما كانش مسيطر على أسرته. اللي فات انتهى وراح يا سامي، المهم في المستقبل. انت لازم تروح تصالح مراتك. انا اتمنى نعيش مع بعض من كل قلبي، لكن مستحيل اروح اصالحها. ازاي الكلام ده يا سامي؟ بعد كل اللي حصل ده عاوز هي اللي تجيلك عشان تصالحك؟
يعني يا سامي يا ابني، مش كفاية عليها مسكينة فقدت أمها وأخوها، عاوزها تفقدك أنت كمان إلى الأبد. أنا بقنعه من الصبح مفيش فايدة أبدا إنه يقتنع. تأكد يا شريف بيه، أنا لو رحت لها كل العذاب اللي شفناه حيروح من غير ثمرة. لازم تفهم فاطمة إن طاعة الزوج والأب من طاعة الرب، وأنا مش طالب حاجة كبيرة، أبسط حاجة تبرهن بيها على إنها زوجة صالحة اعتذرها واعترفها بغلطتها. ما أقدرش أقول لك حاجة، التجارب أثبتت إن كلامك ده هو عين الصواب. وهو فين الست اللي تفهم الكلام ده؟ عمر حواء ما ريحت آدم. لكن رغم إن حواء خرجت آدم من الجنة فهي برضو اللي تقدر ترجعه الجنة تاني. وأنا جيالك علشان أرجع آدم الجنة تاني. فاطمة! أيوة يا سامي.